ما هي الأسباب الشرعية التي إذا وقعت من جانب الزوجة يجب على الزوج أن يطلقها؟ قال أهل العلم يجب الطلاق، يعني الطلاق يقول تدخل فيه الأحكام الخمسة، الطلاق تدخل فيه الأحكام الخمسة، يكون واجبا مستحبا مباحا مكروها محرما، يعني تدخل فيه الأحكام الخمسة. قالوا يكون الطلاق واجبا إذا فجرت المرأة والعياذ بالله، دنست فراشه وما زالت مو تايبة، ما زالت، وهذه دياثة، أن الإنسان يبقي على ذمته امرأة سيئة السمعة، فإذا عرف أن امرأته سيئة السمعة وما زالت على ذلك لم تتب، فإنه يجب عليه أن يطلقها ولا يجوز له أن يمسكها. هذا جانب. يكون مستحبا الطلاق إذا كانت تؤذي والديه، هي التي تؤذي والديه، ليس والداه وإنما هي التي تؤذيهما، إذا كانت تؤذي والديه إكراما لوالديه أن يطلقها، لأنها تؤذي والديه، وإن كانت يعني معه طيبة وكذا لكن التحرش بوالدينا ما تحبهم تؤذيهما، فهنا يستحب له أن يطلقها إكراما لوالديه. يكون مباحا إذا كرهها وما يستطيع أن يعطيها حقها ولا يستطيع أن يعيش معها، فلا مانع له أن يطلقها، وهي تفرقة يغني الله كلا من سعته. يكون مكروها إذا كان بدون سبب، ما في سبب ليش تطلقها، بس مليت ما بيها بشوف بجرب واحدة ثانية، ما يجوز، مو ما يجوز، هذا مكروه، هذا مكروه، وهو أن يطلقها بدون سبب. ويكون محرما إذا كان للإضرار، يطلقها ليضر، أطلقت عشان تشوفين أحد يأخذك، أطلقت عشان تبقين معلقة، أطلقت كذا ليضرها، فهذا يكون محرما. وهناك طبعا صور أخرى غير هذه، لكن على الأحكام الخمسة. إذا الزوجة أصبحت تتبرج وبينه أمن، هل يعتبر عليه أن يفارقها؟ يناصحها، إذا نزعت حجابها مثلا وصارت تخرج متبرجة وكذا، يناصحها، يذكرها بالله سبحانه وتعالى، يستمر معها بالنصح والتذكير، ويرسل الوساطات، أختها، عمتها، خالتها، صديقتها، أخته، أمه، يحاول أن يناصحها. يأس نعم يفارقها، يفارقها، والحمد لله يغنيها الله من فضله ويغنيه من فضله.